الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. دخل فواز المنزل غاضبا: الوالد ما بك يا فواز؟ فواز لقد تجاجرت مع بعض الأولاد وفصل بيننا عادلا. الوالد خيرا فعل عادلا. فالمسلم يعفو عمن ظلم، فالمسلم عادل، فالمسلم يعفو عمن ظلمه ولا يؤذي أخاه المسلم. فواز: لكن هذا جبنا. الوالد: لا لا يا بني، فقد عفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوا ولم ينتقم منهم. فواز: سبحان الله، يؤذونه ويعفو عنهم. الوالد: علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فواز: لقد